السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على نعم الله، ومنها لقاءات تدريبية ومحاضرات ثقافية ومرافقة بناءة من أجل نجاح طلبة الجامعة الأبية، جامعة محمد الخامس بالرباط. لكم منا أحلى شكر وامتنان على حسن التدبير وجميل التسخير لسبل وآليات التدبير والتدريب والتطوير من أجل أرقى تغيير. شكراً على الدعوة الكريمة ونبل اختيار المواضيع القيمة. موضوع اليوم موضوع مهم للغاية، إذ أننا سنتطرق موضوع تحت اسم تدبير إبداعي من أجل التميز، أو ما يصطلح عليه تدبير رصين من أجل نجاح متين. المحاضرة التدريبية فيها قيمة فلاح، أي نجاح بالاستمتاع، فيها خير وفنيات تدبير مانجمنت للطلبة الأعزاء، فيها كذلك قيمة المسار الجامعي والنتيجة. أهلا بكم أيها الطلبة الكرام إلى هذا الجزء الجميل، خاصة من خلال هذه المحاضرة البسيطة والسلسة سوف نعرف، أو يعني سوف نتعرف أكثر عن التدبير الرصين ما معناه، ثم نفهم أكثر ونطبق فنيات مساعدة على إتقان هذا التدبير، وبعدها سوف نتطرق إلى سلوكيات توافق نمط الدراسة الجامعية. نبدأ على بركة الله. دخل يعني الطلبة، مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. التطور الآن هو الانتقال التدريجي من حالة إلى أخرى. لنفترض أننا جميعا نتغير في طريقة قيامنا بالأشياء، سلوكياتنا، أفعالنا تتغير، أفعالنا تتغير في البيئة مع التعلم والتدريب والانغماس في الفعل وبمرور الوقت مع احترامه. في نفس المنحة كذلك، ما الذي يتغير حقا؟ هذا سؤال أكيد، وبحول الله من هو في مرحلة عالية من التطور. إن كنت في مرحلة التطور تتغير ويبدو عليك التغيير. سألت نفسي سؤال قبل المحاضرة، ما هو هدف التطور؟ كيف؟ ولماذا؟ وماذا؟ الغرض من التطور هو العاطفة الجيدة، يعني الشعور النافع. يجب أن يؤدي التطور بالضرورة وحتما إلى الجميل في السلوكيات، إلى الذروة، إلى النجاح المبهج، إلى التتويج. أي نعم، ممكن أن نغير الوضع في كل وقت وحين، يلزم عزيمة وقوة إرادة وبرمجة، كذلك برمجة أفعال وتوكل على الله وتنظيم الأساسي مما نود فعله. ماذا تود؟ اسأل نفسك وأجب نفسك وابدأ على بركة الله. التطور أو التطوير أو حتى التغيير إلى الأحسن يجب أن يكون هذا بالضرورة مصحوبا بأدوات وأساليب عمل جديدة. تخيل ما يمكنك فعله إذا كان بإمكانك اختيار تكريس نفسك بالكامل لمهامك دون أدنى مقاطعات، والأفكار الطفيلية وأحلام اليقظة والمشتتات الأخرى. أي نعم هي طيبة، ولكن البعض منها غير طيب بتاتا، مع الحفاظ على استرخائك وامتلاكك امتلاكك يعني الكامل لوسائلك. أقول نعم ممكن جدا، يلزم أساسيات بسيطة ونبل عطاء فرد، أي أنت أختي الكريمة كذلك، طلبتنا الأعزاء، فخر الجامعة والأمة، يليق بكم التطور والتنوير وتبني أرقى تغيير، بغية استثمار إمكانات، مهارات وقدرات وخلق آليات هذا التطوير. أجل وبفخر كبير، استراتيجيات فعالة لتجاوز عبء العمل. سوف ندخل على حيثيات أكيد من باب هذه المحاضرة التدريبية عن بعد. فن الكفاءة دون ضغوط، ما نسميه بفن الكفاءة دون ضغوط، أو بأقل ضغوط ممكنة، فن تصحيح الأمور. إن كنت يعني ماض في طريقك نحو التغيير، نحو التطوير، كيف تصحح هذه الأمور؟ ولذلك فإن العقل مثل الماء، نعم هو الحالة المثالية لراحة البال والأداء، لكن هذه الحالة الذهنية نادرة،
فيها طبعا سلوك وشعور وتفكير، الواحد يؤثر في الثاني والثاني يؤثر في الثالث، معناه أن السلوك يؤثر في التفكير والتفكير يؤثر في السلوك والسلوك يؤثر في ماذا؟ في الشعور. هذه أساس الحالة الذهنية لديك ولدينا جميعا إلى آخره. العملية دائرية، وغالبا ما نشعر في مجال الدراسة بالتوتر، بعض التوتر والتشتت في بعض الأحيان بسبب أشياء متعددة تكسر تركيزنا وتشتت جهودنا، يعني الكثير من الأشياء تأتينا هكذا. يأتي استبعاد التوتر من الالتزامات المتعددة التي قدمناها لأنفسنا والتي لم يعني نلتزم بها بعد، كل المتطلبات الصغيرة والأعظم منها كذلك. من المحتمل أخي كريم أختي الفاضلة أن يكون لديك التزامات أو لديكم التزامات أكثر بكثير مما تعتقد، يعني بصرف النظر عن كل هذه الأسئلة التي لم يتم حلها، ومن الأكثر يعني أهمية إلى الأكثر تافهة يعني، ثم تدغدغ عقلك باستمرار وتسبب الإحباط وكذلك الشعور بالذنب وأحاسيس أخرى. نود أن نصلح قبل أن ننجز، فهمتم قصدي؟ نود يعني صفحة بيضاء، يعني عوض أن ندخل على أساسيات كانت ماضية وكانت تمضي وما زالت تعيقني. إليك تمرين الآن، أنا أرد يعني أطيب التحايا، والله مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، أطيب تحية هذا المساء من خلال هذه المحاضرة التدريبية. إليك أخي الكريم أختي الفاضلة تمرين لرؤية أكثر وضوحا. أنا أفسر لك، يعني أسهل وألطف تمرين فيه توثيق نشاط أو هدف، أوكي؟ ورقة وقلم وسوف تعرف القصد. خذ ورقة واكتب الموقف أو المشروع الذي تفكر فيه كثيرا في الوقت الحالي. أنت لديك أفكار، ثم في جملة واحدة صف كيف ترغب في تنفيذه. أتحدث عن الدراسة نعم، لكن قبل يقول مجال عملك يمكن أن تكون عبارات بسيطة للغاية، مثل القيام بالمراجعة الدورية للمواد ألف وباء إلى آخره، أو حل عقدتي مع لغة حية مثلا فرنسية إنجليزية إسبانية ألمانية كذلك حسب السياق. بعد ذلك إن كتبت ذلك صف أول إجراء مادي، أول فعل مادي مطلوب لتحريك الموقف إلى الأمام. بكل بساطة افعلها الآن، اكتبها، قم بالفعل لأنك فاعل مثالي، قومي بالفعل لأنك فاعلة مثالية، وتذكر وأنت في خضم العملية. لاحظ الفرق، أنت قوة نفسك ومثالها الأعلى، أنت قوة نفسك ومثالها الأعلى. يمكن أن يكون شيئا مثل دروس رفقة الزملاء مثلا، أو في نادي الطلبة، أو بمركز المراجعة الخاص، يعني الخاص يعني بريفي. نفذ أحد هذه البنود على الفور، يعني ما كتبت نفذه على الفور. قم بتشغيل الكمبيوتر وابحث عن أقرب نادي أو أقرب مركز خاص، يعني ثم يعني أقرب نادي في الحي الفلاني كذلك يعني جده، ثم أدخل في الأجراء، بعدها أدخل في الأجراء، تعامل مع السلوك أو الفعل المرغوب فيه بأكتبه أفكر ثم أطبق، أكتب فكر طبق، أكتب فكر طبق. وجه نفسك وعقلك إلى الحل، هناك حل موجود، ليس في نفس الزاوية ولكن هناك حل موجود، فقط تبحث عنه توثقه كأنه هدف ثم تقوم بتحقيقه. تقنية الحل سهلة للغاية، تبناها بإدراك إيجابي، لأننا غالبا نجد الحل لأمور أردناها. أنا اسمع قولي، نجد الحل لأمور أردناها أو حتى نريدها، فلنقم بأجراءتها وبتفعيلها، نحن من يقوم بذلك وليس شخص آخر. أنا أعطيك تقنية بسيطة للحل وأنت تعرفها أكيد، أنا أذكر فقط، الحل أسهل تقنية لحل مسألة، يعني بسيطة يعني نمطية فينا. حدد المشكلة المراد علاجها أولا، ثم تتمثل الخطوة الأولى في دمج خصوصيات وعموميات المشكلة المراد حلها بشكل سليم بشكل صحيح، ثم بعدها حدد الأسباب، هل هناك أسباب؟ اسأل نفسك وأجب،
ثم بعدها جد حلا، كيف تجد حلا؟ هناك الكثير من الأشياء أو الكثير من الفنيات والتقنيات. العصف الذهني تعرفونه أكيد، يتحدث الآخر وأنت تتحدث مع الجماعة. العصف الذهني العكسي، أنت تحدث نفسك ربما وتقول لا قد لا يصلح ذلك إلى آخره. مصفوفة القرار، هذه سلامة خيس دولا ديسيزيون، سوف يعني نتوقف عليها إن شاء الله في القريب العاجل. ثم تحليل القيمة، قيمة الأشياء إلى آخره. ثم مخطط الشجرة، هناك تقنيات كثيرة ما نسميها بمصفوفة الاكتشاف، أنا أعطيها لك بالفرنسية ربما تجدها يعني سهلة للغاية. برينستورمين يعني ما قلنا يعني في الأول العصف الذهني، ثم ريفيرس برينستورمين يعني أنا أسأل والآخر وتقول له لا قد لا يصلح، ثم يقول لك لا هو كذا ويضيف أشياء، هكذا نجد حلا بسيطا لأشيائنا. ثم بعدها إطلاق الإجراءات أكيد، ثم تنفيذ الحل المختار، le plan d'action مثلا، le planning يعني ترتيب ما تود فعله خلال أسبوع مثلا، ثم مراقبة فعالية الحل وتنفيذه. فهمت القصد؟ identifier les causes, trouver la solution, faire du brainstorming إلى آخره من أشياء. اليوم عربي كنت كما اتفقنا، غدا سيكون بالفرنسية وسيكون مغاير للغاية إن شاء الله. إن فعلتم ذلك كيف تشعرون؟ كيف هي صحتكم؟ كيف هو مزاجكم؟ يتصرف معناه يجب أن نشعر بمزيد من الثقة والاسترخاء والتركيز، ويجب أن نكون أكثر تحفيزا للتعامل مع الموقف الذي كنت فيه فقط حتى الآن. يعني كيف تغير من الوضع؟ كان رد فعل إيجابي مثلا، فاسأل نفسك ما الذي تغير؟ رد فعل إيجابي تغير على أنك وثقت الهدف، تغير على أنك بحثت عن الحل وحل ثاني وثالث. ما الذي جعل تصوري أكثر إيجابية؟ غيرت شيء معين أكيد، أنت غيرت داخليا أشياء. في الواقع من وجهة نظر محددة لم يتحسن الوضع بالكاد. والله هو داخليا لم يتغير في الأجراء، لكنك حددت أفضل مسار للموقف والإجراء الأول المطلوب للوصول إليه. التفكير لمدة معينة يسمح لك بتوضيح التزاماتك، وهو مصدر طريقة إنهاء الأشياء أو تثبيتها حتى، لتصفية ذهنك وكونك أكثر كفاءة. سامحني أنا أذكرك، المطلوب أن تصفي ذهنك من كل شعور يقلقك. كيف؟ هذه دورة بأكملها، يعني دورة يعني ذكاء عاطفي، ولكن أنت تعرف الحل، أنت تعرف نفسك أكثر من الآخرين. كأنك تبني مسار سلوكي ولغوي إيجابي، لاحظ معي، كأنك تحدث نفسك وأنت تعمل، كأنك تؤسس لمسار في السيالات العصبية لنغن. أنا أجتهد في دراساتي، أنا أجتهد في دراستي في شعبتي، أنا أبحث أكثر في موضوع الشعبة. قلها مع نفسك وسوف ترى العجب. بذلك أسست لمعتقد بناء. الأكيد أن تفكيرنا ثم معتقداتنا تمنحنا المضي قدما نحو الإنجاز. عكس ذلك، إن قلنا مثلا لن أوافق، يعني مثلا لن أوفق في كذا شغل أو في كذا تمرين إلى آخره، أو لن أجد وقتا للدراسة أو لدراسة مادة معينة أو للبحث في مادة معينة، لاحظ لن أجد، أنت تعيق السيالة العصبية، كأنك تؤسس لعرقلة في السيالة العصبية إياها وتؤسس لإحباط. إحباط. سنأتي لهذه الفنيات قريبا بحول الله من خلال ما أنجزه أنتوني روبنز من أبحاث حول مفعول المعتقدات، وكان فظيع وكان رهيب كبير جدا. قدراتنا لا محدودة ما شاء الله، فقط نفهمها ونطبق آلياتها بشكل سليم يعطينا ماذا؟ يعطينا نجاحات. هذا ما نود أيها الإخوة والأخوات. في الواقع يظل العقل مشغولا بكل الأشياء التي ترغب في أن تكون مختلفة عما هي عليه اليوم، إذا لم يكن لديك وضوح في النتيجة المرجوة، وضوح الرؤية من وضوح النتيجة المرجوة، ثم لم تكن تقرر اتخاذ الإجراء الأول.
اوكي في بعض الاحيان الاجراء الاولى هي التي تعطيك النتيجه على ابعد تقدير. لم تكن اقررت بتذكير بالنتيجه المرجوه والاجراء في نظام موثوق. فهمت القصد؟ سي سكو نابيل tu n'as pas décidé de la première action à poser. يعني la première action هي التي تعطينا هذه النتيجه. ان لم تقم بذلك فأنت تترك الأمر لعقلك أن يتعامل باستمرار مع المشكلات التي تهمك حتى تصلحها أو تتخلى عنها. ومع ذلك فإن الدماغ رهيب وعظيم خلق الله، ليس في الحقيقة أفضل حليف لنا أو لدينا عندما يتعلق الأمر بتذكيرنا بما يجب القيام به. أنا أعطيك يعني المعنى، فهو يذكرنا عادة بتغيير شيء لا يصلح أو يذكرنا بمعاني كثيرة حياتية. والرائع أن الدماغ يعطينا تذكيرا دائما بالتزاماتنا، وهذا ما وصل إليه نوروساينس أو علم الأعصاب. عندما نكون مشغولين بأشياء أخرى ولا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك، قد تكون مضيعة للوقت وكذلك للطاقة. لبنة أخرى بسيطة أن تحرر طريقة إنهاء الأشياء. ضروري أن تنهي أشياء، ضروري أن تنهي الأهداف البسيطة. الدماغ كذلك من الحاجة إلى التفكير بكفاءة ضعيفة بين قوسين في جميع التزاماتنا. للقيام بذلك كل ما عليك فعله هو أن تحدد جميع المهام التي يتعين علينا إنجازها. تحدد جميع المهام التي يتعين علينا أو عليك إنجازها الآن أو لاحقا أو يوما ما، ودمجها في نظام متماسك وموثوق. هذا نظامك أنت. وثق كل نشاط أخي الكريم أختي الفاضلة تود القيام به، تود القيام به. هذه طريقة تتمن مرسات، ما نسميها بمرسات، مرسات خطية، لأنك كتبت مرسات مكانية حسية لغوية مساعدة للإنجاز. اتخذ قراراتك دون تأخير بشأن ماذا؟ بشأن أي مهمة جديدة تأتي أمامك، أي مهمة تأتي فأنت تسيطر عليها. بعقل واضح ومنظم ستتمكن من العمل بكفاءة أكبر 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 بكثير وخالية من الإجهاد ما شاء الله. المعنى أنا أعطيك كتاب أعجبني، كتاب اسمه S'organiser pour mieux réussir. لا أعرف إن كانت هناك ترجمة، ولكن هذا الكتاب الأكثر مبيعا يعني في العالم، خصوصا من ناحية ماذا؟ من ناحية الانضباط ومن ناحية التنظيم إلى آخره. هذا الكاتب اسمه ديفيد آلين. تنتظم كي تنجح، تنتظم كي تنجح، ترجمة هذا الكتاب S'organiser pour réussir، الأكثر مبيعا يعني في السنوات الأخيرة، يعني منذ سنة 2001 وبيع هذا الكتاب بالملايين. ثم يعطيك هذا الكتاب يعني بسيط 5 خطوات لإتقان سير العمل. لاحظ معي هناك 5 خطوات يجب اتخاذها لإدارة عملنا. اجمع الموضوعات التي تجذب الانتباه، أوكي أنا جمعت الموضوعات، معالجة محتوى الموضوعات وتحديد الإجراء الذي تتطلبه، أوكي بعدها معالجة المحتوى، جمعت كل شيء مثل دروس، الدروس تجمع كل الدروس أمامك ثم توضب هذه الدروس وتنظمها، ثم بعدها تعالج محتواها، ثم ثالثا تنظيم الإجراءات الملموسة التي يتعين تنفيذها. فهمت القصد؟ تنظيم الإجراءات الملموسة التي يتعين تنفيذها. الأجراء هي أن تبدأ بالفعل، تبدأ يعني بالتنظيم، تبدأ بشيء معين، ثم مراجعة الإجراءات وتقييم ماذا؟ تقييم الخيارات، لأنك اخترت، لأنك سألت وأجبت إلى آخره وتساءلت كذلك، ثم تصرف حسب الخيارات المختارة. القصد يعني جامع. أول شيء اجمع الموضوعات التي تجذب الانتباه. Collectez les sujets, les thématiques qui retiennent l'attention pour vous. لتصفية ذهنك من كل المخاوف الصغيرة التي تتمسك بها، يجب أن تتأكد من تحديدها جميعا، ويجب أن تكون واثقا أكيد من أنك ستعود إلى هذا المخزون بمجرد احتياجك إليه. يمكن كذلك أن يكون الأمر بهذه البساطة،
أو أن تكون في شكل يعني بطريقة إلكترونية، لا يهم، يعني أنت تتعامل بإلكتروني، يعني هذه الموضوعات وضعتها هنا وهناك إلى آخره في حواس في الحاسوب، لا يهم، طالما أنه يجمع تلقائيا جميع المهام الجديدة، سواء كانت بريدا إلكترونيا أو أفكارا أو مشاريع أو بحوثا أو دورات دراسية. Collecter les sujets ou les thématiques qui retiennent l'attention. ثم قضية معلقة، دراسة معلقة، أي شيء من هذا المجال. عن ماذا تتكلم؟ ستدير de quoi s'agit-il؟ هل الإجراء ضروري؟ نعم، إن كان ضروري سوف أتوفق. يحفظ في يعني يحفظ في حالة في حالة الحاجة، تخضع للمراجعة، أكيد أراجع أكثر. إذا كان الأمر كذلك يعني فما هو الإجراء الأول الذي يتعين القيام به؟ هو الإجراء الأول هو المهم أكثر. هل تتطلب وقت مثلا لكي تنفذ ذلك؟ تتطلب منك أقل من 25 دقيقة تقريبا، يعني هذا سر، يعني وفق تقنية بومودورو على الفور، يعني بومودورو ذكرناها هذه تقنية من 25 دقيقة ثم راحت 5 دقائق لأي شيء تود فعله، يعني كان دراسة، كانت ريفيزيون، كانت يعني مراجعة إلى آخره، ونافع لا محالة. 25 دقيقة ارتاح 5 دقائق، ثم بعد الثانية والثالثة والرابعة ثم ارتاح نصف ساعة. خلاف ذلك، تفويض أو تأجيل ذلك إن كانت طويلة الأمد، إن كان لا يصلح اليوم أو غدا أنا سأفوض أو أؤجل، يعني تتطلب مني وقت طويل لا يمكنني أن أحصل على النتيجة الآن، أنا أعطيها لك يعني بطريقة يعني بسرعة. Si c'est une affaire en suspens, de quoi s'agit-il? Donc l'action est-elle nécessaire? واش ضروري؟ À conserver en cas de besoin, il est quand même important. Un sujet à revoir, des fois, si oui, quelle est la première action à exécuter? Il y a une chose à dire, tu me demandes-t-elle du temps? Ça, c'est des questions qui sont pertinentes. Hadi asila muhimma lil ghaya. Tu me demandes-t-elle moins de 25 minutes? Donc, elle est courte d'exécution. Pomodoro, c'est 25 minutes. L'exécuter tout de suite, c'est bien. Sinon, il faudrait qu'on la délègue au Fawedoha ou ce qu'on appelle la reporter au Ajiloha. فهمت قصدي؟ جيد للغاية. ثم أصل معك إلى النقطة أخرى من هذه السلسلة، هذه اللبنات الأساسية. نعم، أنا أقرأ ما كتبتم. نعم، بونجور أفو، بونجور، مرحبا. هل من الضروري أن يتشبث أو يتبع الإنسان معتقدا ما كيفما كان؟ هل هذا سيؤثر سلبا على إن لم يكن لي معتقد؟ لا والله، كلنا لدينا معتقدات. التفكير يؤسس لمعتقد. التفكير إذا كان طويل الأمد يعطيك معتقد، هو صراحة باللغة العربية يعني موزونة أكثر، يعطيك اعتقاد، وهذا الاعتقاد يصبح في النتيجة معتقد. أنا أعطيك، ليس من الضروري أن نغير معتقداتنا إلا إذا كانت بعيدة كل البعد عن المرجعية المثلى. المعنى أخي الكريم، أنا أتحدث مع أخ أيمن الغاشي الذي سأل، النقطة أين؟ النقطة في التفكير وفي المعتقد الذي نتبناه والذي يكون بعيدا كل البعد عن ما نسميه بالمرجعية، المرجعية المثلى، فيها قيم، فيها قانون، وفيها حياة إلى آخره. معتقداتي سليمة إلى ثبوت العكس، معتقداتي تقويني أكثر، معتقداتي من الضروري أن يعني تأخذ منحى إيجابي في الطرح. منحى الإيجابي هو الذي يعطيني نتيجة في الفعل، في السلوك. أوكي؟ المعتقد أصله تفكير، إن كان التفكير جيدا فالمعتقد سيكون جيدا، ولكن إن كنت مع الناس وأنت من الضروري أن يعني تثبت معتقداتك وكان يعني يأخذ منك جهدا كبيرا إلى آخره، لا بأس، لا تواجه، يعني أنا أنصحك أن لا تواجه، أن تقوم ببعض من التغافل، ثم أن يكون لديك تقنية بسيطة سوف ندرسها أكيد، هي تقنية الاحتواء، absorption. هذا طريقة في مواجهة أي شيء، خصوصا لما يعتقد الإنسان شيء والآخر يعتقد شيء آخر، ونأخذ ونعطي يعني في الكلام وقد لا نتفق. أكيد
يعني نحن لا نتفق مع كل الناس، ولكن لما تقول كلام وأنت قريب من المرجعية المتلى، من السليم، من القرار السليم هكذا. في بعض اللحظات يعني هذا موضوع كبير أخي الكريم. بونجور أفو، بونجور بروفيسور، ميرسي بوكو، والله مرحبا بكم من كل الأقطار، من الرباط، من المدن المغربية، حتى من الجزائر معنا اليوم، من سوريا. شكرا لكم أيها الطلبة الكرام، أيها الحضور الكريم. نكمل هناك نقطة اسمها مراجعة الإجراءات وتقييم الخيارات. اليوم عربي قلنا، بعدها سيكون فرنسي غدا. الكتابة بحول الله، الكتابة في التقويم الخاص بك، أنك بحاجة دراسة مادة معينة أو لغة معينة حية، يعني أمر جيد. أنت يعني توافقت مع ذاتك وقلت هذا الكلام وتذكره عندما تكون في الكلية أو البيت أو في مركز لغات مثلا، شيء أفضل. هذا هو السبب في أنه من المهم مراجعة جميع المشاريع المعلقة بانتظام. أوكي؟ يوصي ديفيد ألن بإجراء مراجعة أسبوعية منتظمة للتحقق من صحة الباقي والتراجع خطوة إلى الوراء لكي نمضي قدما. يعني اعمل بطريقة أسبوعية، هذه لبنة نظام لدراستك وعملك إن كنت وددت ذلك. يعني هذا خيار. ثم c'est ce qu'on appelle un petit peu revoir les actions et évaluer les options. ثم التصرف حسب الخيارات المختارة. إنها مسألة تنفير الإجراءات المخطط لها مع مراعاة هذه النقاط القليلة الآتية. أنا أعطيك من السياق الذي أنت فيه، من التوافر الخاص بك، هل أنت مستعد أو متواجد حقا؟ مستوى طاقتك مهم للغاية، كم تقيمه من 1 إلى 10؟ إن كانت الطاقة موجودة وكلك شباب ما شاء الله، يعني أنك وصلت إلى 8 9 10. ما مقدار الطاقة التي تتطلبها هذه المهمة؟ فهمت القصد؟ يعني سؤال جواب يعطيك تأطير للإدراك في النتيجة التي تريدها. ثم تنطلق حول الأولويات. إذا كان لديك 1 2 3 4 خيارات، أنت سوف تضبط الأولويات بتقنية بسيطة، الأهم منها ثم المهم، الأهم ثم المهم. هذه تقنية للعالم ستيفن كوفي، ذكرها في كتابه 7 عادات للناس أكثر فعالية. ثم أكمل يعني بكتاب ثاني يعني اسمه العظمة، وهي العادة 8. يعني عظمتك أنت ضروري أن تظهرها وتبرزها للعيان. ثم الخاصية، أنك تسأل وتجيب وتؤطر. ماذا تؤطر؟ إدراكك. الإدراك قد يكون سلبي وقد يكون إيجابي، أؤطره أكثر ويصبح يا سلام ما شاء الله بنتيجة عظيمة. ثم لبنة التخطيط كي نبدأ أعمالنا برصانة، بما أننا نود يعني تنظيم رصين. يمكن تقسيم التخطيط الطبيعي إلى 5 مراحل. بعد توضيح الرؤية واضحة والرسالة معا، الرسالة هي من أنا، لماذا أنا موجود، وإبراز أهمية القيم. يعني القيمة في الرسالة، القيمة يعني جودة الخدمات، جودة يعني الدراسة عندي، كيف سأكون أكثر جودة هذه السنة أكثر من السنة الماضية. أهمية القيم من الرسالة، أي أنني أدرس بجودة أفضل من السابق. فهمت القصد؟ رؤية، رسالة، أهداف استراتيجية، ولكن في الرسالة هناك جودة، هناك قيمة معينة لما أقوم به. ثم تحديد الأسباب والمبادئ. لا يمكن التهرب من مسألة لماذا فعل هذا، لماذا أقوم بفعل هذا. أنت تدرس لكي تأخذ دبلوم، لكي تتعلم معارف، قيم ومعتقدات ومهارات، ثم إنجاز. يعني واضح ما هو الهدف. هدفي أن أكون صاحب ميزة حسن جدا أو إلى آخره، وأتعلم أكثر وأبحث أكثر. تصور النتائج. يعني من المهم أن تتخيل هدفك حتى تتمكن من التركيز عليه بسهولة أكبر، وتحفزك يعني على تحقيقه. هذا ما نود منك أخي الكريم، أختي الفاضلة. العصف الذهني مهم. بمجرد أن تعرف النتيجة التي تريد تحقيقها،
ولماذا تريد تحقيقها؟ عليك أن تحدد كيف. أوكي؟ للقيام بذلك يتيح لك العصف الذهني مع ذاتك أو مع غير، مع الغير. على سبيل المثال باستخدام خريطة ذهنية، التفكير مليا في جميع الخيارات الممكنة، إن قمت بكذا سوف أكون كذا، وسوف أبحث في كذا، وسوف أدخل في نادي كذا إلى آخره. كأنك توضب سيناريو. كن منظما. بمجرد العثور على الأفكار والإجراءات يجب فرزها، أنت يعني يجب فرز هذه الأفكار وهذه الإجراءات، ومنها هذه المعتقدات التي تحدثنا عنها وهي بصيغة نتائج لمشاريع بسيطة. يجب أيضا إعطاؤهم ترتيبا للأهمية وترتيبا زمنيا للعمل على التفاصيل. فهمت القصد؟ أكيد أكيد فهمتني وفهمت القصد. بهذه الطريقة من الأفضل جدولة فترات الدراسة قصيرة بشكل متكرر بأهداف محددة، بدلا من الانتظار حتى يكون أمامك يوم فراغ تماما لبدء العمل. يمكن أن يؤثر التأخير في تحفيزك ويؤثر على نجاحك في فترات التقييم أيضا. أنا أقول لك القول يعني فريد، حدد الإجراءات الأولى التي يجب اتخاذها، إجراء الأول والثاني والثالث، وسوف تمضي قدما. هذه القاعدة التي رأيناها قبل قليل يعني تلغي الحاجة إلى القلق بشأن المهام التي يتعين إنجازها، وهذا هو لب ذاك الكتاب الذي تحدثت عنه قبل قليل. الآن ندخل في المهم جدا، كيف تنظم دوراتك في الجامعة؟ كيف تنظم نفسك في التعليم العالي؟ أنت بطل الآن، أنت صاحب ميزة، أنت بعد البكالوريا وصلت إلى التعليم العالي. نصائح للطلاب والطلبة للحصول على تنظيم أفضل في الجامعة. لا تفوت الدروس رجاء، لأن دروسك مهمة وسوف تمتحن فيها. هذا أعطيها لك، هذه إشارة بسيطة. من غير المريح أن تسأل شخصا آخر يعني عن الدرس، قد يكون إلا إذا كنت غائبا أو مريضا في ذلك اليوم فسيغفر لك ذلك. قد تصادف دورة تدريبية تحتوي على ملاحظات غير مفهومة تماما من غيرك. أنت صاحب الميزة وأنت من يدرس، ضروري أن تحضر. وأخطاء إملائية قد تكون وأجزاء مفقودة، باختصار إنها فضفاضة. يعني لذلك لا تفوت الدروس، فهي ستتيح لك أن تكون على اطلاع دائم، أن تكون دروسك واضحة ولا تطلب يعني أي شيء من أي شخص. هكذا القيمة. القيمة في الحضور للحرم الجامعي أو الحضور عن بعد حسب المطلوب من طرف إدارة مؤسستك. يعني حضوريا عن بعد، والله هذا يتوافق مع هذه العملية، عملية التلقيح التي يخوضها المغرب اليوم. يعني أكيد أننا نسير على خطى ثابتة، وأكيد سوف يكون الحضور قريبا عاجلا بحول الله. أنا أنصحك النوم المبكر كي تتعود على نمط دراسة جامعية يؤهلك لعالم الشغل بطريقة موضوعية. ستعتاد على ذلك، لأن يعني أيام تفرقنا على الدخول. ابدأ وناضل. علميا ثبت أن الأهم من ذلك الحصول على خمس دورات نوم، نعم على الأقل، أي ما يعادل سبع ساعات ونصف من النوم. يحتاج الدماغ، لاحظ معي، يحتاج دماغنا إلى وقت لنوم، ما نسميه بارادوكسال، النوم بارادوكسال، عندما يعالج الدماغ المعلومات بكفاءة عالية حوالي ساعتين في الليلة. النوم القليل يمنع الذاكرة من أن تكون فعالة ومنطقية، وهذا ما نبحث عنه، أن ننام بطريقة رصينة بطريقة ثابتة. قم باقتناء جهاز لوحي، هذا مثال يعني أنا أحثك عليه، جهاز لوحي أو جهاز كمبيوتر أو استعمال حواسيب كليتك أو جامعتك. يعني قد تجد حلا تسهل الدراسة الجامعية باستعمال آليات مساعدة. أعلم أن من الصعب للكثيرين اقتناء أو استعمال الحواسيب دوما، يعني قد تكون باهظة الثمن، ولكن إن كان هدف مثالي لك ولأسرتك قد تكون يعني صاحب نتيجة في هذه المسألة. قد يكون الأمر سهلا أكثر بتدبر الأمر من خلال جعله أولوية ملحة.
أنا أقول لك أعانك الله على ذلك وجعل لك الوسائل لذلك، وأكيد سوف تحصل على ما تريد لكي تدرس بأحسن طريقة. كذلك أود أن تشجع ذاتك على أخذ الدروس في شكل ملاحظات دي نوت، أوكي؟ ستلزمها يعني بنفسك. يجب أخذ الملاحظات من أجل التمكن من فهم الدروس بسهولة والقيام بها. أنا أحثك كذلك أستخدم كود أو ما نسميه بصيغ متعارف عليها للترجمة المتفوقة باستخدام يعني أكبر ثم أصغر ثم تساوي، والاستمرار يعني تزيل ما هو فائض ولا تترك سوى الجزء المهم لكي تتذكره. الأمر بسيط للغاية، ولكن من أجل ذلك عليك ابتكار رموز خاصة بك كي تفهم أنت وتصبح تلقائية بالنسبة لك. سيسمح لك ذلك بتقليل عدد الصفحات في الدورات التدريبية والدروس الطويلة، والاستيعاب مع الكلمات يعني استيعاب الكلمات الرئيسية والتنسيق المسبق لملفاتك. أنا أقول لك قولا آخر، خطط لأسبوعك وفعله تفعيلا. خطط لأسبوعك وفعله تفعيلا. قيم يعني عمل أسبوعك يعني وقوم مردوده. مثلا قل سأفعل وافعل ذلك وبحول الله تنال النتيجة المرجوة. اعمل جاهدا على التفوق يا طالب العلم، يا طالبة العلم، تكون خير الناس. أنت مشروع عالم بالجامعة، أنت مشروع عالمة كذلك، لا تنساها أبدا. هذه طريقة مثلى لكي تتحدث مع هويتك وتنجز معها أشياء يعني رائعة. غايتنا أكيد ومرادنا أن ننجح في الدراسة. أقول قولي يعني هذا، وأنا أحييكم وأقرأ ما كتبتم. Oui, effectivement, le sommeil paradoxal est un sommeil récupérateur. Oui, c'est exactement ça. Moi, je pourrais vous donner un exemple. أنا أعطيك مثال. يعني أوتوماتيكياً أنت لم تنم وهذه فترة امتحانات مثلاً، ثم كأنها بنك يعني ينتظر منك ساعة لكل يوم. أنت لديك 6 ساعات، ولما يأتي يوم السبت مثلاً أو يوم الأحد أنت تنام يوم السبت بعد الظهر قيلولة، ثم يوم الأحد كذلك، ثم ما نسميه بالسومي ريكوبيراتور. ويعني شكراً أختي فاطمة. كذلك مساء النور مساء الورد، يعني هناك سؤال، إن كان هناك سؤال ما زال هناك في الوقت متسع. مرحبا بكم دوما ونحن نفرح بكم لما يعني لما نخدمكم هكذا. والله نتمنى لكم الخير كله، ونتمنى يعني لطلبة طلبة الجامعة ولكل يعني طلاب في العالم يعني أن يدخلوا هذه السنة بطريقة استثنائية، بطريقة مثالية exemplaire، لكي يلجوا الحرم الجامعي حضوريا أو عن بعد. هذه مسألة يعني حيطة وحضر ويعني تبني الفاكسين الفاكسيناسيون إلى آخره، وإن شاء الله قريبة جدا بحول الله. أقول لكم يعني أشياء مثل التنظيم، لما تنظم نفسك في الذهن كل الأشياء في الواقع تصبح بديهية، تصبح عادية، تصبح سهلة المنال. هكذا تأخذ هذه الأمور، وهكذا يعني تبتسم وأنت تدخل للحرم الجامعي، تحترم الكل والكل يحترمك، يعني الناس والإداريين والأساتذة الكرام وكذلك الحارس والكل، لأن كل شخص صادفته واحترمته وقلت فيه كلام ويعني بطريقتك الخاصة المثلى التي نعرفها عن طلبتنا، والله سيعطيك هذا الانطباع بعد سنوات لما تمر مع زوجك وزوجتك وأبنائك وتقول لهم كنا في هذا الحرم الجامعي وكان هناك فلان وكان نور الدين وكان فاطمة وكان وكان وكان. أنت لديك ملاسي حسية قوية تستعملها من خلال ما ستراه وما ستكونه من خلال هذه السنوات الجامعية. نتمنى لكم كل التوفيق والله. ونرجع إلى قلنا غايتنا ومرادنا أن ننجح في دراستنا، أن نتألق في طريقة تدبير دراستنا، أن نسمو بطريقتنا وعلمنا كي نحقق نجاحا وفلاحا يليق بنا. أتمنى لكم تدبيرا رصينا وحياة سعيدة وفلاحا مبينا.
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، والشكر الموصول للجامعة المواطنة جامعة محمد الخامس بالرباط، وأقول لكم في رعاية الله، وأحثكم على الدخول على الموقع www.universiteum5.com لكي تعرف ما هي الأنشطة، ما هي الأشياء التي قد لا تراها في الواقع ولكن لأنك لا تعرفها. أنا أريدك وأحثك على البحث، هناك مجالات عدة من الضروري أن تدخل فيها، هناك نوادي للطلبة، هناك يعني أساسيات، هناك مرافق اجتماعية ثقافية، أدخل وسوف ترى بأم عينك وسوف تفهم القصد من هذه النتائج. ماذا تعلمنا اليوم؟ عفوا منكم، ما زال في الوقت متسع. أنا تعلمنا اليوم أن ننظم حياتنا ونؤسس لطاقة إيجابية كي ندخل لهذه السنة الجامعية 2021-2022. المعنى وصل. كي أكون سليم في الذهن، يعني من الضروري أن أعتاد على يعني سلوكيات جديدة، ما نسميه بهابت، يعني حتى بالطريقة التي أنا عليها في العطلة ليست هي نفس الطريقة التي سأدخل بها إلى الجامعة. يعني احترام وقت، يعني أكون نائم جيدا، أكون في صحة جيدة، أتمرن، ألج الحرم الجامعي بانضباط، أفهم ما القصد من هذه الشعبة ومن هذه المواد، أن أترجم إن كان ولا بد، أن أبحث أكثر على الإنترنت، لأنني قلت قبلها أن كل طالب من سنة أولى إلى سنة أخيرة يعني دكتوراه هو باحث ومشروع عالم. أنت مشروع عالم، لا تنسى ذلك، لأنك ستصل بهذه البحوثات وبهذه الأشياء التي تتعلمها كل يوم إلى أحسن نتيجة بحول الله. ثم قلنا كذلك أن الحياة خمس كلمات: معارف، قيم ومعتقدات ومهارات، ثم إنجاز. إن وددت الإنجاز فضروري أن تحترم المعلومات، وثم هذه المعلومات تستثمرها كي تصبح معرفة، وهذه المعرفة مجسدة في السلوك كان أحسن بكثير، لأنك كلما ضبطت سلوكك، كلما أعطيت من سلوكيات يعني نافعة في حرم الجامعي وأمام زملائك وأساتذتك والإداريين كذلك، سوف تنال يعني أكيد نفس السلوكيات من الآخرين. ثم بعدها معتقدات سليمة، أكيد أدخل بمعتقدات سليمة. انسى الماضي، انسى ما يقال، الجامعة تغيرت، الكل تغير، ضروري أن نتغير مع التغيير كي نصل إلى المستوى المطلوب. ثم نصل إلى المستوى الرابع، القيمة. قيمة الجامعة عندك، قيمة الدروس، قيمة الدبلوم الجامعي الأكاديمي، أحسن دبلوم على الإطلاق، يعني قيمة السنة أولى وقيمة السنة الثانية وثالثة، وقيمة الماستر وقيمة الشعبة وقيمة الأستاذ وقيمة المدرب وقيمة الناس الذين يعملون معنا الليل نهار. القيمة مهمة وموجودة فيك. كيف تعرف أن لهذه الأشياء قيمة؟ اسأل نفسك كيف تحس بذلك؟ اسأل نفسك مرارا وقل يعني أنا أحسست بذلك. عندما تحس بذلك فالقيمة أكيد يعني عالية جدا جدا جدا. أنا أتمنى أن وصلنا إلى النقطة الخامسة وهي الإنجاز. الإنجاز معناه يعني c'est ce qu'on appelle le résultat du labeur. C'est le diplôme. الإنجاز هو ما تعلمته، الإنجاز هو ما ستحصل عليه بإذن الله من نجاحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وللطلبة طلبة العلم عامة في كل أنحاء الدنيا. شكرا لكم، شكرا لجامعة محمد الخامس على هذه الاستضافة القيمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.